طيب حبايبي بريف 3، تعالوا كده نكمل دروسنا في الالجبرا فيرست ترم 2024. نقلنا على اخر حاجه في الالجبرا، هيبقى باقي لنا جزء بعد كده statistics، حاجه اسمها فاريشن. يعني ايه يا مستر كلمه فاريشن؟ ده في كلمه كمان قبلها اسمها دايركت، يبقى في حاجه اسمها اندايركت زي فيرسلي وانفيرسلي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا لو عملت شراكه مع حد وانا داخل بنفس الفلوس اللي هو دخل بيها، اكيد لو هو كسب انا، يبقى دي علاقه نقول عليها دايركت. لكن هو ما احنا مش عايزين الترجمه، احنا عايزين نقول كده بقت دايركت. انا هعمل انكريز، هو يعمل انكريز، ديكريز يبقى برضو ديكريز. الحاجه الثانيه لو هو مش كويس هيقول لي ان هو بيخسر في حين ان هو بيكسب، تبقى دي انفيرسالي او اندايركت. طب برضو معلش الكلام مش مفهوم. اول هام تاخد بالك ان انا مش لازم اكتب لك الكلمه بتاعت دايركت فاريشن، ممكن ادي لك السيمبول اللي انت شايفه ده، ده فارز، نقول عليه فارز. طيب ازاي اتعامل مع المساله؟ عندنا جزء بيجي كومبليت وتشوز، وعندنا مساله بتبقى نص سؤال عليها 3 ماركس هديه في الامتحان. تعالى كده نشوف مع بعض. لما هو يقول لي واي فارز مع الاكس، دي كده دي القرايه، هو انا مطالب ان انا اقرا يعني برضو عشان تبقى مجرد مش يلا بحله بس. يبقى هنا الواي قصاد الاكس مفيش واحده فيهم فوق وواحده تحت، انت كده دايركت. اديني قلتها لك بالبلدي كمان مره، لما اكتب واي قصادها اكس هما الاثنين قصاد بعض مفيش واحده فراكشن، يبقى انا العلاقه دي بنقول عليها دايركت. طب ايه اللي استفيده؟ بص بقى، زي ما كنا بنقول في البروبورشن بزود من عندي ام، انا هنا هروح شايل علامه الفارز واحولها واكتب ايكوال ام. كمان مره، انت تقول لي واي فارز مع الاكس، انا الخطوه اللي ابتدي احلها ان انا هحول علامه الفارز تبقى ايكوال واحط معاها ام، والام دي الكونستانت بتاع الفاريشن، ودازنت ايكوال زيرو زي ما كنا بنقول الام برضه دازنت ايكوال زيرو. بص بقى معايا اللي جايه دي، حاجه اسمها انفيرسال يعني والعكس صحيح. يعني انا لو قلت لك واي فارز مع ام اكس، تروح شايل طالما الواي والاكس قصاد بعض اشيل الايكوال بالام واحط علامه الفارز. معايا؟ متاكد؟ طب انت ايه اللي عملته ده؟ اصل انا اول حاجه هعملها هجيب الفاليو بتاع الام. استنى يا مستر الكلام ده كتير، تعال نشوف مساله ونشتغل مع بعض. بص بقى معايا لو سمحت، انا مش هبدا بالرسم، انا عايز اوريك شكل المساله عشان انت ممكن تكون شايف ان الكلام كتير. بص معايا لو سمحت. الراجل ده هنكبر تاني سنه، بيقول لي الواي فارز مع الاكس. اول ما تقرا الجمله دي او هو يكتبها ريتن، حضرتك تروح جاي واخد دي وتقول يبقى الواي هشيل علامه الفارز ايكوال ام اكس، وتقول لنفسك لازم دي حاجات. بص يا بابا، دي حاجات كده اوتوماتيك، يدي لك الفاليو بتاع الواي، يدي لك الفاليو بتاع اكس عشان تجيب له الفاليو بتاع ام. لازم الكلام ده؟ ايوه. بص كده، الواي 14 والاكس 42، اروح جاي مكان الواي اكتب 14 وادي ايكوال وادي ام، واقول تايمز يا اكس انا ب 42، كده بقت ايكويجن 42 ام ايكوال 14. ازاي اجيب الفاليو بتاع ام؟ تقول لي اعمل ديفايد 42. اقولها تاني؟ نقولها تاني. الراجل الجميل ده اداني الواي ايكوال ام اكس، سوري فارز مع الاكس. اول ما يقول لك حبيبي كلمه فارز حضرتك تاخد الجمله دي وتبدا. يلا كده نقول مع بعض تاني، تبقى ايكوال. بعد ما بكتب دي هتقول لنفسك ادور على قيمه الاكس، ادور على الفاليو بتاع واي، هكتبهم هما الاثنين عشان اجيب لك الام. نقول تاني نمشي شويه. ادي يا مستر الواي اكتب 14، وادي ام، ادي الاكس، يبقى تايم 42. اخليها ايكويشن واظبطها. هنا دول يبقوا 42 ام، ودي ايكوال 14. عشان احل الايكويشن دي زي ما كنت بحل بتاعه الاكس، اعمل ديفايد 42 للتو تيرمز للناحيتين. باي باي، تبقى الام ايكوال. ادخل دي في الكالكوليتور وكل شغلك يبقى بالاله عشان ما تغلطش. ادي يا مستر ال 14 ديفايد 42 ادتني ثيرد. مالكش دعوه يطلع لك فراكشن يطلع لك قرد، انت مالكش دعوه. نقول تاني الجزء ده، نقول تاني. بعد ما بنعمل كده ترجع للعلاقه دي، تروح جاي تقول بقى يبقى الواي ايكوال، انا جبت الام اكتب الفاليو بتاعتها واروح حاطط الاكس. ده كده لغايه دلوقتي نص السؤال، باخد درجه ونص. واللي انا تعبت وجبته ده اسمه الريليشن بتوين اكس وواي. ده كده نص السؤال درجه ونص. نقول تاني. طيب بعد كده ايه النص التاني؟ حاجه من اتنين، لو ادالك اكس يطلب واي، لو ادالك واي بس. هو ده سؤال الفاريشن، سواء دايركت او اندايركت. الفرق ان في واحد يبقى بسط والتاني مقام، واحد نيموريتور والتاني دينومينيتور. تعال نكمل دي. بص كده الراجل الطيب ده بيقول لك ايه؟ طب لما تبقى الاكس ب 60، اروح جاي هنا اقول له واي ايكوال، ادي الثيرد. هو مديني الاكس ب 60، ادخلها في الكالكوليتور. تخيل ده نص سؤال في الامتحان. طب معلش يا مستر، لا انت بتضحك علينا، الكلام ده ما بيجيش في الامتحانات. تعالى نعمل كده ونروح داخلين على النوت ونطلع على اول امتحان كنا بنحله ونشوف مع بعض هل الكلام ده صح ولا لا. يلا بسرعه ناخد مساله. ادي اهو جاي سؤال في تشوز. خد ودي معايا يا حبيبي. واي فارز مع الاكس. من غير ما اكمل اخد الجزئيه دي واستفيد ايه؟ ايوه يا ما انت كريم يا رب. يلا نقول مع بعض يبقى الواي ايكوال ام اكس. بعد كده انت لازم تقول ايه؟ يديني الواي ويديني الاكس عشان اجيب له الام. الواي ب 2 والاكس ب 8، يبقى هنا 2 ودي 8 ام. ازاي اجيب الام؟ ديفايد 2، سوري ديفايد 8. انا عايز الام بقسم على اللي معاها، تبقى الام ايكوال. اشتغل بالكالكوليتور اكتب 2 على ال 8 تطلع زي ما تطلع. حد عنده سؤال؟ طب انا بجيب الام ليه؟ اروح راجع في العلاقه دي، الواي ايكوال ام اكس. بص بقى معايا الواي بكام؟ احط هنا 3، والام انا جايبها بكوارتر، وادي الاكس. لما يبقى عندك فراكشن اعمل كروس، يعني الفور تروح تضرب ال3 تبقى طنط اكس بكام؟ ادي الاجابه بتاعتك. نقولها تاني. طب معلش ندور تاني. شوف كده علشان انت عندك هدايا في الامتحان اسمها الفاريشن. بص بقى يا عم، لما الاقي اكس اب والواي داون، ادي واي فوق اكس تحت، يبقى دي علاقه الانفيرسالي اندايركت. طب هل يا مستر طريقه الحل تختلف ولا بتلاتة ركله؟ هي برضو. يعني ايه هي؟ حد يعرف يقول لي يعني ايه هي؟ ثانيه بس اصغر سنه عشان لو في حاجه مكتوبه. ايوه هي. يعني ايه الاجابه ما تتغيرش؟ خد ودي معايا. الله، لا استنى بس، استنى، انتوا فهمتوا حاجه؟ خلينا نكمل صح. ثانيه واحده، هو ليه ما ايوه كده يا عم. بص كده، تعال نجيب المساله وامشي دايما لما تبقى الحاجه قدام عينك، خد ودي معايا. ودلوقتي هخليك انت تمسك القلم ومش هكمل، انت اللي لازم تحل. أنا ما اديتكش الكلمة بتاع انفيرسال دي، سيبك منها. إحنا اتفقنا أول ما نلاقي علاقة الفاريز هتحولها إيكوال، يبقى بص كده، أدي الواي إيكوال. اسمع بس، ال1 على الإكس وأنا ليا دعوة بيك، بس أنا نسيت حاجة مهمة، إم خلاص تطلع فوق. أدي الفكرة بتاع الانفيرس أو الاندايركت. أقول تاني. طيب بعد كده تقول لنفسك لازم أجيب الإم، ما أنا عارف، لازم يديني لازم عشان تجيب الإم. فعلا موجودين الواي ب 3 أهي إيكوال، الإم فوق، الإكس تحت ب 2. لما يبقى عندك الشكل ده أعمل كروس، يبقى الام ايكوال، اديني جبت الام. ارجع للفورم ده، اروح جاي اقول له يبقى الواي 6 على اكس. تاخد المفاجاه، ده السؤال الاول، الريليشن بتوين اكس وواي. اعمل ستوب، اللي عايز يسال انا تحت، اكمل النص الثاني واخليك انت تحل. بعد كده يقول لك هات الواي لما الاكس تبقى بكذا، تروح جاي هنا انا عايز واي، ماليش دعوه ب 6، الاكس ب 1.5، يديها لك زي ما يديها لك ولا تخاف. اصل انا هعمل ايه؟ ادي الكالكوليتر، اروح جاي اكتب 6 وادي ديفايد 1.5 ايكوال، طلعت لي 4. خلصت المساله. 3 درجات هديه في الامتحان. انا هعمل ستوب.